يسعد اوقاتكم حبايبي، معكم آلاء، برحب فيكم بقناتي آلاء لايف. باعتبار كلياتنا بكل البلدان عم نمر بموجة حر قاسية، لازم نستغلها ونطلع بشي فائدة من هالشوبات. لهيك عملت لكم فيديو اليوم طريقة حفظ او تخزين الخضروات من سنة لسنة وسنوات اكتر من دون فريزر. طريقة كتير سهلة وبسيطة، الكل فينه يجربها، وخضروات منوعة وكتيرة. عملت لكم منها هالاصناف اللي حتشوفوها. خلونا نبلش. في انواع من الخضار بتكون موسميه مثل الباميه، مثل الملوخيه والقرع والكوسه والباذنجان، كتير اصناف ممكن عدة تانية. بالاجمال هون ما شاء الله بمصر اغراض المحاشي من كوسه وباذنجان ما بينقطعوا على مدار السنه، عكس نحنا بسوريا كان الكوسه والباذنجان والقرع إله فترة محددة وبعدين بيختفي من السوق. لهيك كنا نتجه لطريقة التخزين أو التفريز كرمال نبقى عم ناكله على مدار السنة. هون مثل ما عم تشوفوا عندي أوراق الملوخية الخضرة مقطفة، جبتها بالليل بكيس، طبعا فضيتها من أكياس على شراشف قطن، بفرفدها عن بعضها كتير منيح بشكل إنها تنفرد وتاخد مساحتها، بتكون الورقة معنا ملتصقة بأختها كرمال اضمن نشفانا. بفردها بمكان بعيد عن الشمس، بس هو باتجاه الهواء او يكون منطقة مهوية وبعيدة عن الشمس الهواء كرمال يجففها اسرع، وبعيدة عن الشمس كرمال تحافظ على اللون الاخضر تبعها، لانه الشمس اذا اجت على التجفيف على اي شيء عم تجففيه بيتغير لونه وبيفقد لون الاخضر. لهيك بننشرها بمنطقة تكون مهوية وبعيدة عن الشمس، طبعا اضافي لتسرعي من عملية التجفيف أو التيبيس. بنحط المروحة عليها، بنوجه عليها المروحة ومنخليها كل الليل أو كل النهار حسب قدي بتاخد معك وقت. أنا أخدت معي هون بمصر 3 أيام، كنت قايمتها يبسانة بتاخد العقل. بسوريا بتاخد معنا أسبوع 10 أيام لأنه عنا نحن نسبة من الرطوبة. طبعا أثناء فردها لازم أكون عم أقلبها بشكل مستمر كرمال أتأكد من الورقة نشفت يمين وشمال والشقفة، وكمان ما يكونوا ملازقين على بعض تعفن الورقة مع أختها. لهيك لازم أبقى عم قلبهم باستمرار بالمروحة عليهم وهن بمكان مهوي غير مشمس. وقت يبسوا بتلاقوهم بلشت تقل كميتهم، لهيك بعد ما كنت فاردتهم على شرشفين قطن جمعتهم كلهم على شرشف واحد ورجعت فردتهم وبعدتهم عن بعض. بهالمرحلة لازم اتفقد الورقة وشوف لسه فيها ملمسة رطوبة بخليها، بدي اياها تجف وتنشف تماما، ما بدي فيها ولا نقطة رطوبة بالورقة، لأنه إذا رطبت وقمت لخزنها بتعفن وبتصير الكب أو ممكن تدود. لهيك بدي أضمن تيبيسها وتشفافها 100% أو 1000000%، بس أضمن إنها وصلت للمرحلة المطلوبة بعبيها وبخزنها. مثل ما عم تشوفوا كيف الورقة لساتها محافظة على لونها الأخضر وعلى قوامها. مهم عندي تحافظ على ورقتها باعتبار نحن السوريين بناكل الملوخية ورق. يلي حابب يشوف طريقة الملوخية السورية حأترك لكم الرابط بالبطاقات أو بشاشات النهاية. وهلأ هون عندي وصلت الملوخية للقوام الممتاز، الجاف اليابس تماما. إذا سمعتوا صوت الخشخشة تبعيتها كيف جفت تماما، بجمعهم على بعضهم وبعبيهم بكيسهم، طبعا كيس نظيف وناشف، بحفظهم بمكان بعيد عن الرطوبة وبعيد عن الشمس. فيكي تحتفظي فيهم كمان بكيس قماش، مو كيس نايلون، كيس قماش كمان فيكي تحتفظي فيهم، بس اهم شيء مكان يكون بعيد عن الرطوبة وبعيد عن الشمس، يعني مكان في لا في رطوبة ولا في شمس. وهي كانت طريقة حفظ الملوخية او تجفيف. وهلأ بننتقل لطريقة حفظ وتخزين القرع. طبعا في طريقتين اللي هي التيبيس وطريقة التفريز بالفريزر. نحنا حنقول انه بفرض ما عندك مكان بالفريزر او ما عندك كهرباء لتحفظي القرع، عندك هاي الطريقة كتير سهلة وبسيطة وما بدها لا فريزر ولا بدها كهرباء. اول شي مثل ما عم تشوفوا بقطع راس القرع والقفة تبعه وبعدين بقشرها، وهلا بتشوفوا كيف بحفرها، طريقتها كتير سهلة. ليش منقشرها؟ لانه هاي القشرة سميكة وما بتستوي معنا اثناء الطهي. منقشرها بعدين منبلش نحفرها. انا ما عم بسرع الفيديو كرمال المبتدئات يلي عم تشوف معي الطريقة لأول مرة تتعلم الطريقة، وكتير سهلة وما بده شي. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار اكتبي لي بالتعليقات وإن شاء الله حتلاقي الرد. هلأ هون بعد ما قشرتها بحفرها، لما بدي أحفرها باخد مقاس القرع أو أي شي بدي أحفره على الحفارة كرمال ما تطلع معي المحفرة من تاني جهة. مثل ما شفتوا أخذت مقاسة وبثبت باهمي عليها
انا وبلش بالحفر، انا عم بلف وبحفر لحتى اشوف انه باهمي وصل على فوهد القرع، معناتها وصلت لطول القرع، ما عاد زيد زيادة اكتر كرمال ما تطلع معي من ثاني جهة. هون مثل ما شفتوا وصل باهمي لفوهد القرعة، لهيك خلص بسحبها ما عاد كمل لجوا كرمال ما تطلع معي المحفرة من ثاني جهة، وبخش القرعة بحفرها بحركة دائرية كرمال اخذ من اللبة يلي جوا، وبنفس الوقت ما اسقبها. كل ما لفيت المحفرة جواتها لفة او اثنين برجع بطالعها وبطالع كل شي لب طلع معي من الحفر، وبرجع بكمل بكرر هالطريقة لأحصل على سماكة اللي انا بدي اياها. هلا باعتبار حنجففها تجفيف لهيك منخلي فيها شوية سماكة، ما من رقاقة على الاخير. نحنا من رقاقة بشكل تكون القشرة كتير رقيقة لما بنكون بدنا نحشيها ونباشر فيها بالطبخ، اما لما بدك تكوني تحطيها بالفريزر او بالشمس تجفف فيها لازم يكون فيها شوية من قوامة شوية سماكة كرمال ما تنهرى على التخزين بالشمس او بالفريزر. طريقة الحفر كتير سهلة وواضحة ما بدها تعقيد، مجرد خطوات بتمشي عليها وان شاء الله بتنجح معك من اول مرة، بس بدها حرص مثل ما قلت لكم. لما بتحددي اصبعك على مكان المقوار او المحفرة ما تقيمي نهائي لتاخدي طولها، ما بتغيري نهائي مكان الباهم حتى تنتهي من حفر اول وحدة بتاخدي مقاس الثانية. وهيك كان شكل النهائي بعد الحفر. هون حفرتهم كلهم وانتهيت من حفرهم مثل ما عم تشوفوا كيف قشرتهم وحفرتهم، وفيها سماكة خفيفة كرمال تحافظ على شكلها وما تهتري اثناء التفريز او الحفظ او التخزين. لهيك مخلي مثل ما قلت لكم شوية سماكة. وهلا عندي ملح صخري، صخري حصرا او بحري، يعني ملح خشن، ما بدي ملح فيه يود نهائي. الملح اللي فيه يود بينزع الطعام بدل ما يخزنه. عندي وسيلة التخزين هي او المواد الحافظة عندي اياها هي الملح، لهيك بدي اياه يكون بحري او صخري، ما بدي اياه نهائي يكون فيه يود، بدي اياه خشن مثل ما شفتوا كيف حبيباته خشنة وسميكة. هلا بعبي القرعة بالملح وبغلفها من برا كمان بالملح، لانه بدي اياها تفقد المي اللي جواتها، وما في شي بفقدها المي غير الملح. اذا ضفتي على اي خضار بيدبل، بيطالع المي اللي جواته وبيخليه يدبل. لهيك بلك التم بالملح كتير منيح، بغمسها بالملح وبعبي بقلبها ملح، وبالغلاف القشرة البرانية كمان بغلفها بالملح كرمال تمتص الملح من جوا وبرا ومن الفوهة، وبيحافظ على لونها. الملح بيحافظ على لون الاخضر يلي بالقرع. برجع بأكد عليكم الملح يكون غير ميودان او خالي من اليود، يكون صخري او بحري، يكون خشن. ما بدي الملح الناعم اللي بنستخدمه بالطبخ، لانه الملح الناعم ما بيحتفظ بالطعام، اما الملح الصخري او البحري الخشن هو اللي بيحتفظ، بيكون بدل المواد الحافظة للطعام اللي عم تخزنيه او تعمليه للمونة بأي شيء بتستخدميه للزيتون او المحاشي. مثل ما عم تشوفوا بغمرها كتير منيح بالملح من برا ومن جوا ومن الفوهة. بتأكد اني حطيت لها ملح من كل الجهات، وهي لزيادة التأكيد بعد ما عملتهم كلهم بالملح رح رد رش عليهم ملح مرة تانية مثل ما قلت لكم، لانه الملح هو اللي بحافظ على لونهم الاخضر. برش عليهم الملح وبتركهم 4 ساعات لحتى تنزل ميتهم نهائيا. بدي اياها تدبل وتطرى، ما بدي اياها تبقى محافظة على قوامها القاسي، بدي اياها تشر ميتها وتدبل لتصير سهلة معي باني شكها بالخيط مشان افردها بالشمس. مثل ما عم تشوفوا هي بعد ما ملحتهم بتركهم لحتى تشر ميتهم. وهلا رح انتقل معكم للباذنجان والكوسة. مثل ما شفتوا الكوسة والباذنجان محفورين، حفرتهم بنفس الطريقة اللي حفرت فيها القرع. مثل ما قلت لكم بتاخدوا مقاس الكوساية او الباذنجاناية على المقوار او على المحفرة، وبتثبتوا باهمكم بشكل انه ما تطلعوا زيادة من تاني جهة بالحفر اثناء الحفر، وتبخشوها او تسقبوها من تاني جهة. بتثبتوا حجم الباذنجان او الكوسة وبتحفروا. طريقة الحفر كتير سهلة ما بدها لقد. وهلأ كمان بكرر عملية الملح او التمليح للباذنجان وللكوسة بنفس الطريقة، بس فرق الكوسة والباذنجان عن القرع اني بعبيهم ملح زيادة بقلبهم. ليش؟ لانه القشرة لساتها عليها، ما قشرتها مثل القرع، لهيك ما حتقدر تمتص الملح من برا، او بتطول لتمتص الملح من برا. اما القرع قشرتها فبتصير امتصاص الملح الى اسرع، لهيك بعبي بقلب الباذنجان او الكوسة الملح كمية ملح اكتر جوا الكوسة او الباذنجان. مثل ما عم تشوفوا طريقة تمليحها كمان كتير سهلة، ومثل ما قلت لكم الملح لازم يكون غير ميودن او خالي من اليود،
بكرر العملية للكمية كلها من الكوسة والباذنجان وبتركهم لتاني يوم بملحاتهم حتى يكونوا نزلوا أكتر كمية ممكنة من المية اللي جواتهم، واتأكد انهم تملحوا كتير منيح وفقدوا المية اللي جواتهم. تركتهم مثل ما قلت لكم لتاني يوم بالملح تبعهم. وهلأ عندي القرع بعد 4 ساعات، لكم كيف نزلت المية اللي فيها القرعاي. هلأ بصفه على تمه بقلب مصفاية كرمال اتأكد كمان انه ما عاد فيها جواتها مي، بصفهم بمصفاية كرمال المي اللي تنزل منهم ما تغير لهم لونهم، وبصفهم على الفوهة كرمال اتأكد انه المي كلها طلعت منهم. اما اذا صفيتهم عشوائي المي ممكن تكون لسه بقلب. وهذا شكل الكوسة والباذنجان بعد ما انتهيت من تمليحهم كلهم. صفيتهم وحأتركهم بهذا الوعاء، بتركهم برا البراد، ما في داعي نحطهم بالبراد، بتركهم بالمطبخ على الرخامة لتاني يوم لحتى يدبلوا وتشر ميتهم. وهذا شكلهم تاني يوم بعد ما تخلصوا من المي اللي جواتهم ودبلوا وصار قوامهم طري. هلأ بتخلص من المي يلي نزلت من الخضار، وبعدين ببلش معكم بعملية الشك بالخيط بالإبرة والخيط كرمال افردهم بالشمس، وبتجف أسرع مثل ما عم تشوفوا. الخيط ما بدي يكون كتير عريض ولا الإبرة تكون عريضة كرمال ما تسقب الكوسة ثقب كبير، وكمان ما بسقبها من آخرها نهائي لأنه بعدين بتنبخش معي وينفتح القاع أو القعر تبع الكوساية. لا، بمسافة 3/4 الكوساية بشكل الخيط. هذا كان شكل النهائي بعد ما شكيتهم بالإبرة والخيط. طبعا هلأ بتشوفون لما ناخدهم على الشمس. بكرر الطريقة والعملية مع الباذنجان ومع القرع، ليكوا كيف صاروا طرايا ودبلوا معي وصار شكهم كتير سهل، ما في داعي إنها تنسقب وقت اللي عم شكها. لهيك قلت لكم الإبرة تكون رفيعة شوي والخيط. طبعا فيكي تفرديهم بصينية وتحطي قماشة شاش أو قطن بقلب الصينية وتصفيهم وتحطيهم، بس الأفضل تشكيهم بالخيط لأنه إذا فردتيهم بصينية بدك تبقي كل يوم عم تقلبيهم، أما بالخيط فبتكون كل حبة بعيدة عن أختها تمتص الهواء والشمس كرمال ما يشكل عندي ثقب كبير يطلع منه الرز أثناء الطهي. هلأ مثل ما عم تشوفوا بتتركوا 3/4 الباذنجانية أو الكوساية، وبعدين بتشكوها، ما بتشكوها من النهاية من الأخير بالمرة لأنه حتنشق معنا، أما هيك ب3/4 مكانها بيكون مناسب. بكرر العملية لكل الباذنجانات اللي عندي وبخلصهم كلهم، ومثل ما عم تشوفون مشكوكين صاروا جاهزين بالخيط جاهزين لننتقل لآخر مرحلة عنا من مرحلة التجفيف اللي هي التجفيف بالشمس. وهلأ بنتقل وبكرر نفس العملية مع القرع يلي ليكو كيف دبل معنا وطري وصار كمان سهل كتير اني شكه بالإبرة والخيط، ما في داعي انه ينسقب كرمال اني شكه. شكهم كلهم بنفس الطريقة لحتى يتكون عندي خيط حبل او عقد من القرع، وباخذهم هن الكل على التجفيف. اسمه موجة الحر شغالة، لازم نستفيد منها، ما لازم نفوت ولا فرصة إلا ما نستفيد منها، بغض النظر كانت هاي الفرصة حتكون سيئة أو سلبية أو إيجابية، لازم نستفيد من كل الظروف والأوضاع حتى لو كانت سلبية. هيك صاروا عندي مشكوكين بالخيط كلهم جاهزين، ورح أخذهم معكم لمرحلة التجفيف في الشمس، وهيك بنكون استثمرنا بهالشوبات وعملنا شغلة تفيدنا بحياتنا بشكل عام. لازم نستثمر أي شيء ممر فيه كان إيجابي أو سلبي، وناخد منه كل شيء أشياء إيجابية، ونحاول نفكر ونركز لناخد بس الإيجابي من اللي عم يصير بحياتنا. هلأ مثل ما عم تشوفوا طريقة التجفيف، لازم بعدهم كل واحدة بعيدة عن أختها. طبعا على المنشر الغسيل انشرهم لقيتهم أحسن لأنه بيعطي مساحة بين الحبة وأختها ما بيلزقوا على بعض. حاولت انشرهم على الحبل ما مشي حالي لأنه رجعوا نزلوا على بعض. أما على المنشر لقيتها أنسب طريقة، وبصراحة في كم كوساية انقطعت معي أنا وعم بنشرها، بس ما في مشكلة فردتهم على صينية. وهلأ بعدين بحط لهم شقفة قماشة أو محرمة قطنية تحتهم، وبتم هدول بقلبهم كل فترة والتانية لأن هدول بدهم تقليب لأني فردتهم بصينية. أما اللي فردتهم بالخيط طبعا عم صور لكم ياهن على مدار الأيام يلي كانوا ميبسين أو مجففين على البرندة، شوفوا كيف بلش يتغير لونهم وبلشوا يصيروا أقسى. هون طبعا مثل ما قلت لكم هدول اللي انقطعوا معي
بقلبهم بشكل مستمر لأنه ما لهم منشورين. طريقة الخيط بتنشرهم بطريقة أحسن بتعطيهم توصل الهواء للحبة أكتر. أما إذا فردتيهم عسنية بدك تتمي عم تقلبيهم بشكل مستمر. وهلأ بننتقل لمرحلة التجفيف الثانية. عندي كم حبة ليمون مصري صغار ما استخدمتهم، لقيت قشرتهم بلشت تقسى، بدل ما أتخلص منهم أو أرميهم من مبدأ الحفاظ على النعمة جففتهم وعملتهم اللومي يلي منحطها ببهارات الكبسة أثناء طهي البرياني أو المندي أو الكبسة يلي منجيبها من عند العطار أو بياعين التوابل. نعملها بأسهل طريقة، منحطها بمكان بعيد عن الشمس وبنفس الوقت بيوصل له هواء. وهذا كان الشكل النهائي للملوخية والقرع والكوسة والباذنجان واللومي والبامية. وللأسف مقطع البامية ما سجل أو ما لقيته، ما بعرف ليه مع أني سجلته بس للأسف لقيته محذوف من عندي. طبعا البامية ما بدها كتير صعوبة، هي انك بتجيبيها وبتقطعي الراس تبعها، بتتخلصي من القمع تبعها، وبعدين بتفرديها بمكان مهوي وكمان بعيد عن الشمس كرمال تحافظ على لونها الاخضر. مثل ما قلت لكم طريقتها سهلة، بتفرديها على اي صينية باي مكان يكون فيه هواء وبعيد عن الشمس كمان بتفرديها، وهي ما بدها تقليب لانه حبتها صغيرة. وهذا كان الشكل النهائي عندي لتجفيف الخضروات ولتفريزهم ومونتهم من السنة للسنة، ممكن لسنوات طويلة. وقت بدي استعملهم بنقعهم بمي، الملوخية بنقعها بمي. مثل ما قلت لكم حأترك لكم رابط الفيديو الملوخية اللي عملته لحتى تشوفوا كيف طريقة طهية وطبخة. بنقعها بالمي ومنعصرها وبعدين منقليها. والبامية بسلقها بمي سخنة وبعدين بصفيها كتير منيح وبقليها وبتكون صارت معي جاهزة للطبخ. والمحاشي او الباذنجان والكوسة والقرع كمان حأترك لكم فيديو المحاشي بصندوق الوصف او بشاشة النهاية والبطاقات. طريقة تجفيف البامية مثل تجفيف الملوخية، لازم اتأكد انها يبست تماما، تسمعوا صوت خشتها، لازم اتأكد انها جفت تماما ما عاد فيها اي رطوبة او اي ملمس طري، وبحتفظ فيهم بقطرميز محكم الغلق. وهي اللومي كمان عنا صارت جاهزة، كمان اسمعوا صوتها كيف صارت يابسة. بطريقة التجفيف أو التيبيس لازم أتأكد إنها يبست تماماً، ما عاد رطبة أو طرية، لازم تكون جفت أسيت تماماً. لازم تسمعوا هذا الصوت يلي هلأ حتسمعوا قدامكم، لازم يكون صار قوامها قاسي صلب كتير وبنفس الوقت محافظة على شكلها. أخذوا معي وقت تيبيس القرع والكوسة والباذنجان تقريبا شي 10 ايام او 15 يوم بهذا الشوب القاسي، اخذوا معي هاي الفتره. وياخذوا اكثر ممكن بالبلاد يلي فيها رطوبه، اسمعوا كيف دقتها كيف قاسيه ويبسانه وجافه تماما. لازم هيك نوصل لهي المرحله لحتى نتاكد انها حتحافظ عليها للسنه الثانيه. اما اذا كانت ما بهي القساوه وهذا الجفاف ممكن تعفن وتنكب. البامي اخذت مني اسبوع واللومي اسبوع، الملوخية 3 ايام. بدي اتشكر متابعيني وحبايبي يلي كملوا مع الفيديو ووصلوا لهون، وصلوا للاخر. بتمنى منكم اذا لسه ما ضغطتوا زر اللايك تضغطوا زر اللايك، يلي عم يتابعني مو مشترك بقناتي يشترك بقناتي ويفعل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وهذا كان فيديو تجفيف او تيبيس وحفظ الخضار من السنة للسنة. واذا حابين نكمل سلسلة التجفيف واعملكم الفواكه المجففة اكتبوا لي بالتعليقات. في متابعة من حبايبي من الجزائر قالت لي على اشهر اكلة ببلد الجزائر الحبيب البركوكس. اكلة البركوكس هي اكلة تقليدية شعبية عندهم اياها، حاولت اني الاقي مكوناتها هون عندي بمصر، للأسف ما لقيت المكونات. بس بتشكرها على ردها لاني سألتكم بالفيديو الماضي شو اشهر اكلة ببلدكم، وكان جوابها اشهر اكلة ببلدها. حبيت اني اجربها وشاركها معكم واعملها بس ما لقيت مكوناتها. تعليقاتكم بتهمني ورأيكم بهمني، وبتابع كل التعليقات وبحب كون على تواصل معكم. شكرا على متابعتكم، وصلت لنهاية الفيديو. كان معكم ملكة المطبخ، بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. مثل ما قلت لكم لا تنسوني من اللايكات وتشتركوا بالقناة، واكتبوا لي بالتعليقات اذا بتحبوا كمل سلسلة التجفيف. كان معكم ملكة المطبخ، بحبكم كتير، سلام.